بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين، عليه نتوكل، منه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. التحية متجددة لمشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الصباح وهذه الانطلاقة وهذا الأسبوع، خامس أسابيعنا الذي ينطلق هنا على أرضية هذا الميدان، تحفة ميادين السباقات، ميدان المرموم، في انطلاق أسبوع الكبار وتحديات الكبار. انطلاقة هذه الفترة الصباحية التي خصصت لثنايا أبناء القبائل، وعلى مدى 12 شوطا بإذن تعالى سوف يكون التنافس حاضرا في متابعة كل التحديات والإثارة في انطلاقة رياضة الأصالة والتاريخ. نرحب بمشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام عبر قناة دبي ريسنج في هذه المتابعة الحية والمباشرة لانطلاقة رياضتنا هنا في هذا الصباح، البداية في هذا اليوم وإعلان انطلاق المسافات الطويلة، مسافة 8 كيلومترات التي تشهدها هذه الانطلاقة الأولى الحاملة للبداية الموفقة التي نتمنى إن شاء الله أن يكون التوفيق حليفها حتى خط النهاية. نبدأ هنا مع أول كيلومتر، أعلن انطلاقته وأعلن تحدياته، وإلى الصدارة مباشرة إلى مذيار في المركز الأول عبيد بن سلطان بن مرخان الاشتبيلي تحتل المركز الأول، بينما المركز الثاني مياسع، المركز الثاني محمد بن راشد بن حمد بن غدير، أما المركز الثالث تدخل قادم من جبارة العبيد بن يمعة بالدبيلة الفلاسي، والمركز الرابع نذهب إلى الخوارة لعبد الله بن علي بونواس الاشتبي في المركز الرابع. انتقلنا إلى المركز الخامس لمتابعة جبارة حمد بن سالم بن سليم الاشتبي، وعلى المركز السادس هنا دخول الشاهينية علي بن سالم الرايحي الذي ينطلق مع المركز السادس، بينما المركز السابع هي مصيحة سالم بن حمد الشيباني الاشتبي، وعلى المركز الثامن تأتينا مياسة سلطان بن محمد بن سويلم الاشتبي، بينما المركز التاسع هي منصورة راشد بن ناصر بن حباب الهاجري، والمركز العاشر هنا متواصلة شواهين سعيد بن غدير بن عبيد الاشتبي التي تعلن هذه التحديات. إذن هنا المراكز الأولى في أول ظهور للثمانية كيلومترات في هذا التحدي المثير وفي هذه الانطلاقة التي تعلن مع هذه اللحظات اندفاع هذا الشوط الذي نتمنى بإذن تعالى أن يكون حاضرا مليئا بكل إثارة المنافسة وإثارة التحديات من البداية. رباعية تقود المركز الأول كما بدأناها في أول ندائنا مشاهدينا الكرام، وكانت البداية التي تحمل جبارة عبيد بن يمعة بن عبيد بالدبيله الفلاسي الذي يطلق أيضا في هذا التحدي، ولكن أتابع الخوارة على الجانب الآخر عبد الله بن علي بونواس في تحدي وإثارة واندفاع مثير، بينما المركز الثالث ما شاء الله مذيار عبيد بن سلطان بن مرخان الاشتبي على المركز الثالث، وفي المركز الرابع المتواصلة في هذا الانطلاق هي مياس محمد بن راشد بن حمد بن غدير في مواصلة الرباعية التي بدأت تقود المركز الأول وتعلن تواجدها على الاندفاع الأول. وصلت جبارة على المركز الخامس، حمد بن سليم الاشتبي قادمة هناك من المدام للمشاركة في هذه الانطلاقة. المركز السادس اندفاعنا متواصل مع سادس المراكز ومياس السلطان بن محمد بن سويلم الاشتبي على المركز السادس، وتليها ايضا سابعة مع هذه الاثارة يا شاهينية علي بن سالم الرايحي، وعلى المركز الثامن عودة الى منصورة راشد بن ناصر بن حباب الهاجري، بينما المركز التاسع بدأت انطلاقات التحدي من شواهين سعيد بن غدير بن عبيد الاشتبي التي تواصل انطلاقها على المركز التاسع، وفي المركز العاشر هذه مصيحة سالم بن حمد الشيباني الاشتبي. سالم بن حمد الشيباني الاشتبي الذي على
المركز العاشر. إذن هنا مراكزنا كما بدأناها في هدوء أول ظهور، قلنا مسافة طويلة، تحدي مثير، انطلاق، تركيز عالي من الإخوة المضمرين والمدربين وأيضا المتابعين مع مسار هذا الشوط اللي بين أول الظهور. وأكيد البداية دائما التجربة الأولى هي التي تحدد المسار والانطلاق والتحديات، وميدان المرموم جاهزا دائما بكل مناسباته، بكل تحدياته، بكل انطلاقاته، في كل إثارة تحضرها في هذه الرياضة هنا على أرضية تحفة ميادين السباقات. لا نزال مع الصدارة التي تحملها جبارة على المركز الأول، وعبيد بن يمعة بن عبيد بالدبيله الذي يطلق أيضا انطلاقة الأولى الذي يعلن، يا سلام، والخوانيش كما يقال هنا في متابعة عبر قناة دبي ريسنج لبداية أول الأشواط، كيف تحمل الانطلاقة الأولى تحدياته وانطلاقاته. مذيار على المركز الثاني، عبيد بن سلطان بن مرخان الاشتبيل الذي ينطلق مع المركز الثاني مسيرا هذه الاندفاعة متابعا لجبارة في الصدارة. مياسة واحدة من الأسماء الخطرة والأسماء المتواجدة أيضا في هذا الشوط، لمحمد بن راشد بن حمد بن غدير ممثل مرغم الدائم المنطلق مع الأربعة كيلومترات والعابر لانطلاقة التحديات. الخوارة على المركز الرابع، عبد الله بن علي بونواس الاشتبي مواصلا أيضا تحدياته، مواصلا انطلاقاته، مواصلا اندفاعه. بينما هنا المركز الخامس أيضا متواجدة مياسة سلطان بن محمد بن سويلم الاشتبي القادمة أيضا للمشاركة والتحدي، وتبقى جبارة على المركز السادس. من المدام منطلقة بقوة بهذا الشعار الذي يعشق اسم جبار، حمد بن سليم الاشتبي المتواصل دائما مع هذه التحديات وهذه الأسماء الكبيرة التي تعرف مسار الانطلاقات. المركز السابع وهي الرقم 7 أيضا، يا سلام، رقم مميز، رقم بالفعل يبشر دائما بكل التحديات والخير دائما. شوائين سعيد بن غدير بن عبيد الاشتبي على المركز السابع. وفي المركز الثامن هنا الرايحي علي بن سالم الرايحي مع الشاهينية، بينما منصورة راشد بن ناصر بن حباب الهاجري على المركز التاسع. وفي المركز العاشر، يا سلام، يا مصيحة، سالم بن حمد الشباني الاشتبي المعلن تواجده وانطلاقته وتحدياته وإثارته. هذه المراكز الأولى، ونقول دائما مع المسافة الطويلة، الله، 3 كيلو هنا نقطة العبور النهائية، كيلو، يا سلام، هذا الكيلو الثلاثة كما يسمى، هنا تظهر النتائج والحجائج وتظهر أيضا كل المعلومات الذي يريدها العارفين. وصلنا، والغابات القادمة أيضا مع كيلو الغابات التي دائما ما شاء الله نتابعها خلال شتاء هذه الأرض الطيبة. الله 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 الله، بدأنا هناك مع البداية وبدأنا وجبارة ما شاء الله مستعدة ومنطلقة في الصدارة، وعبيد بن يمعة بالدبيله الفلاسي، يا سلامي عليك يا أبو عبيد. الله 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 الله، أشوف الأداء الجميل، الانطلاقة، الاندفاع والتحدي والإثارة. المنطلق هناك مع جبارة على المركز الأول والمركز الثاني، لا تزال هنا في المركز الثاني المتواصلة أيضا بشعار سيد عبيد بن سلطان بن مرخان الاشتبي، وهي مذيار على المركز الثاني، تحديات وإثارة، ويعرف دائما الرقص مع الكبار هذا الاسم. المركز الثالث ممثل مرغم الدايم، شعار متميز في المنافسات والتحديات في كل الأعمار، والكبار خاصة لهم حساب خاص، هي مياس محمد بن راشد بن حمد بن غدير الذي قادما أيضا في دائما في كل التحدي والإثارة في اندفاعات هذه الرياضة. المركز الرابع نعود مع مياس أيضا سلطان بن محمد بن سويلم، هذه خطرة أيضا مياسة ولكن جبارة، المرشحة جبارة، وصلت أيضا هنا الترشيح في الهنتين بين مياسة وبين جبارة. التركيز عالي والانطلاقات عالية والأداء جميل ما شاء الله. جبارة أحمد بن سليم
اللي اشتبيه هناك على المركز الخامس. نعود مع مياس صام محمد بن سويلم. اللي اشتبي خطر، الخبراء يقولون ان الخطر ياتي من هنا ونحن ننتظر. نقول اخر 2 كيلو، اخر 2 كيلو. يا سلام يا سلام يا سلام، الاداء الجميل هنا التحدي والاثاره والانطلاق. ما شاء الله، اشوف اشوف الاندفاع. 1600 متر الباجي على خط النهايه، بدات الحركه يا اخوان. ذكر يا مضمرين، اشوف من البدايه هناك مياس لا تزال على الصداره والاندفاع. القادمه محمد بن راشد بن حمد بن غدير، اذا انطلق شعار مرغم الدائم هنا في المقدمة كالعادة يحمل منافسات البداية. المركز الثاني مذيار، على المركز الثاني وعبيد بن سلطان بن مرخان اللي اشتبي، بينما المركز الثالث جبارة عبيد النعم بن عبيد بن دبيلة اللي على المركز الثالث ايضا في المنافسة واذكركم 1200 يا اخوان. خلصنا، خلاص الشوط عبر عن نهايته. هنا جبارة على المركز الرابع لحمد بن سليم اللي اشتبي، وارى هنا المركز الخامس تاتينا شوايين سعيد بن غدير بن عبيد اللي اشتبي على المركز الخامس. هذه المراكز الخمس الاولى، وخلاص الكيلو الاخير، الكيلو الاخير. مياس يا سلام عليك، يا سلام عليك يا مياس. غردت مياس، راحت مياس، انطلقت الى مرغم مباشره. الله 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 الله، البدايه الاولى هناك مع هذه اللحظات الجميلة والمؤكدة بأن هذا الشعار دائما في المنافسات والتحديات والانطلاقات، خطورة تأتي من البداية. مياس محمد بن راشد بن حمد بن غدير إذن مع مياس منطلق، بينما المركز الثاني بدأت مذيار عبيد بن سلطان بن مرخان الاشتبي، وجبارة على المركز الثالث حمد بن سليم الاشتبي، في صراع على القمة، في صراع مع الاندفاع، في صراع مع الانطلاقة الأولى. جبارة مذيار، جبارة مذيار، مياس يا سلام، شواهين، كلها الأسماء حاضرة منطلقة تعبر عن هذا الأداء. 8 كيلو يا إخوان، البداية الأولى، الظهور الأول. مياس مياس مياس، محمد بن راشد بن حمد بن غدير، وهنا جبارة على المركز الثاني حمد بن سليم آل اشتبي. يا سلام، مرغم مرغم مرغم، أم المدام المدام. أشوف وين النهاية، وين اللحظة الجميلة القادمة التي تفصل مع هذه الانطلاقة. مياس جبارة، مياس جبارة، بدأ التسلل، التسلل مسموح، رياضة التسلل مسموح. تعلن هذه البداية، تعلن هذه الانطلاقة تهنئتنا من خلال هذه اللحظة. مياس جبارة، ولكن جبارة حمد بن سليم الاشتبي يتفوق في المركز الأول. المركز الثاني جبارة محمد بن راشد بن حمد بن غدير، المركز الثالث شواهين مع سعيد بن غدير بن عبيد الاشتبي، والمركز مذيار في المركز الرابع هي لعبيد بن سلطان بن مرخان الاشتبي، والمركز الخامس جبارة لعبيد بن يمع بن عبيد بالدبيل. اعود مع التوقيت، اتابع التوقيت واتابع لحظة النهاية. 13 دقيقة 8 ثواني تحمل اجزاء من الثانية. تهنئتنا والناموس مع هذا الاداء الجميل. حمد بن سليم الاشتبي، سلام لاهالي المدام. المركز الثاني مياس على المركز الثاني محمد الراشد بن حمد بن غدير، ايضا 13 دقيقة 9 ثواني وثلاث اجزاء من الثانية. تهنئتنا والناموس والمركز للسيد محمد بن راشد بن حمد بن غدير. اذا المركز الثالث كانت شواهين، في المركز الثالث ايضا سعيد بن غدير بن عبيد الاشتبي. 13 دقيقة 11 ثانية 9 من الاجزاء من الثانية. اذا هنا مواصلين الإثارة، مواصلين التحديات، مواصلين المنافسة، ومواصلين تواصل انطلاقاتنا وظهور المسافات الطويلة، مسافة التحدي والإثارة. نذكر الجميع مع البداية الأولى